بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم في هذا الفيديو كيفية إنقاص من باب الخلية أو باب مدخل الخلية. كيفية الإنقاص من باب الخلية، هذا في فصل الشتاء عند انخفاض درجة الحرارة، نحل ينقص من باب الخلية، يعني بأشياء بسيطة. نأتي ب لوحة خشبية رقيقة كما تشاهدون. اللوحة نقصها على حساب ما نريد، على مقاس الباب الذي نريده، ثم نقصها هكذا كما تشاهدون في الفيديو، ثم نضعها مثلا على الجهة اليسرى ونترك فتحة الباب من جهة اليمين. ثبتها يعني من جهة اليسار، لأن أغلب إطارات الحضانة يكون في الوسط أو قريبين من جهة اليمين هكذا. ثم نضع مسطرة بلاستيكية هكذا كما تشاهدون. يمكنك اختيار المقاس الذي تريد بإنقاص من طول اللوحة فقط بالمنشار. نثبت البراغي، ما يتم تثبيت البراغي، نثبت البراغي كذا، هكذا، ثم ننزل مسطرة بلاستيكية إلى الأسفل. هذه المسطرة يعني توضع، مرات يكون باب صندوق يعني كبير نوعا ما، نعمل المسطرة هذه كي لا تدخل الحشرات الكبيرة مثلا خيمة خنفسة. يعني من طريقة إنقاص من باب أو فتحة الخلية، تشاهدون كما تشاهدون النحل يعني يتحرك عادي، يخرج ويدخل عادي هكذا. يعني نساعد الخلية كي لا تدخل التيارات الهوائية الباردة، خاصة في فصل الشتاء. خاصة في فصل الشتاء ودرجة الحرارة منخفضة. ثم يعني عند دخول فصل الربيع ننزع اللوحة يعني بطريقة سهلة. يعني نشاهدوا النحلة وينظف الخلية